وبالرغم من كل شيء بتبقى دائما المساحه يلي هي مخصصه للجمال مساحه بتعطينا فسحه من الامل. حطتنا التالي مع جين اكيد بخصوص الجمال. صباح الخير جين. صباح النور. بس المشكله كل ما نتامل بمستقبل حلو هيك بيصدمونا، يعني ما حدا مستنظر. وبعزي كل الشهداء اللي امبارح بكينا عليهم، وبقول نحن اللبنانية منقوي بعض ببعض وكتف على كتف، وعشنا كتير حرب وعشنا كتير بكي. سو ان شاء الله يا رب اخر وخاتمة كل المآسي للبنانية ان شاء الله يا رب. اليوم بدنا نحكي عن الجمال، بنحكي عن مشاكل بس، ما هيك؟ مشاكل لحقهم المشاكل للبنانية للستات، لأنه الستات بيعانوا من مشاكل عديدة تقهرهم غير المشاكل اللي منعاني منها يوميا بكتير اشياء. وفي منهم بتقلك بنت عمرها 20، يعني بتزعلي علي عمرها 20 ومقهورة وقتها تقوم الصبح تطلع بالمراية، يما أصحابها بالشغل يما بالجامعة بيقولوا لها انه مش نايمه كل الليل وسويت تحت العيون. وما تكون في وحده اجت عم تبكي بتقلي عم بيقولوا لي انه بتعاطى شي دراج عشان هيك سويت. في اصحاب بيأذوا بحكيهم. سو هول محبين كثير بيبقوا. سو بتقلي يا ريت بلاقي نتيجه 20%، لانه اوقات الانتي سيرن يعني وقت يحطوا يخبوا بهالكريم انتي سيرن بتحسي انه بالعكس بيظهر اكثر، ببين على ازرق. صح، وهونيك التلطيشات البشعه اللي بتسمعها. سو اكيد في عده طرق حتى نخفف من هالسواد، بيناتهم انه كثير في اشياء بنسمعها دارجه، يما تريتمنتس معروفه بالسوق بالبلد، كان بلبنان يما باوروبا يما بامريكا. بس اتضح من وراء البنات والستات اللي بيجوا اللي عاملين عدة طرق وملاقيين نتيجة 10%، وبدهم أكتر يما ماشي ما زال ما يفوتوا فوالا ببرسنتج كتير قليل، ويعملوا 20 جلسة بعدة طرق. بعد لهلأ نمبر 1 عالميا الاف اي اللي هي نوع من الليزر. حنشوف هيدي، سوري نطينا على الحديث الثاني اللي هو تاني صورة، اللي هي نوع من الليزر اكيد تحت اشراف. هيدي ثالث صوره، سوري الحق علي انا اللي ضايعه اليوم. هيدي اول صوره اللي هي بي ال دبليو، اللي هي كمان بتخفف لنا من الحبوب بالبشره بجلسه واحده، مازال ما ناخذ تريتمنت على 6 أشهر، بنشف الوجه بنشف الجسم، يمكن يضرب الكلاوي يمكن ياثر على الحبل. دونك بهالطريقة بجلسة واحدة ب 28 يوم الحبوب الملتهبة بتروحهم بالبي ال دبليو، بس أكيد مع أخصائي ليزر. دكتور رضوان مشموشي أخذ جايزة بالليزر بباريس مع نقابة الأطباء الليزر، هي نقابة بحد ذاتها. بقول له مبروك. كان هيدي من شهرين وقتها كان بيوروب. سو كمان في عندنا قلنا الاف اي 1 اللي هي بعدها نمبر 1 واللي قيمتها كثير بسيطه 300 دولار، بجلسه واحده بنخلص من 50 ل 80% من السواد تحت العيون. هلا اذا بدها ريزلت اقوى ساعتها بنكفي بشيء اسمه فوتو ريجوفينيشن، 3 جلسات بيساعدوا هالطريقه حتى تكون بتعقد. في كتير ستارز قالوا لي انه بعد الصيفيه وشويه شمس وشويه سفر وشويه بوردي لاتي وشويه بقع شوي من كل شغله فينا بجلسه واحده نخلص من عده مشاكل. مثل ما هلا بنشوف ميسم نحاس الفنانه المعروفه واللي بشرتها بتطير العقل، دايما هي بتقول انه انا بهتم ببشرتي ما بنطر انه تصير كثير مشاكل حتى نوصل لحلتها. عملت الاف اي 2 من سنتين. هلا دايما بنقول الاف اي 2 هي بتشد بتخفف التجاعيد، بتعطيك رونق كثير حلو، بتسكر المسام. من سنتين عملتها والنتيجه ضلت وضاينت. هالصيفيه ميسا منحاس حبت تسافر وتتعرض شوي للشمس وتتشمس وتكزدير، دونك تجي
بجلسة واحدة هالسنة بترجع بتاخد الرونق، لأنه بنعرف أنه الشمس بتاكل من الكولاجين والإلاستين من البشرة، هيك بتروح للبقع، بتجدد للبشرة، بتعطيها رونق كتير حلو، بتسكر المسام، وتقريبا بساعة نترتمو مع الليزريست المختص دكتور رضوان مشموشي بنكون رجعنا هالبشرة أجمل من ما كانت، وحفزنا الكولاجين والإلاستين بدون وجع، مدوم قاعدة بالبيت بس 3 أيام، مدوم فوندتا ولا باودر أصلا من بعد التريتمنت، منك بحاجة لتحط شيء، تحسي بشرتك كتير حلوة. دونك نقول لميسم نحاس دايما بتقلي إذا وصلنا للأف أي 10 يعني ضلينا كل ما تجيب تريتمون جديد نستعمله، بقول أنا أكيد أنت وكل اللي بحبه. في ست عملت الأف أي 1 من 5 سنين وهالريزلت ضاين، واجت امبارح عملت الاف اي 3 يعني نطت ما عملت الاف اي 2 ما لحقته نطت كمان ببعبدا في ست اجت تعمل اف اي 4 ما عملت ال1 وال2 وال3 دغري على ال4 كمان بجلسه واحده كانك عملت الاربعه. بس اكيد دائما الاستشاره مجانيه مع دكتور رضوان مشموشي اللي هو بينصحهم، يمكن ما توزها يمكن توزها، هو اللي بيقرر اي تريتمنت. اكيد مش معقوله تطلع الاف اي 4 وانا ما اعملها، دونك كمان في صوره انا وعم بعملها تستبق العمر حتى ضلني مشعه ومشرقه على الفيوتشر تي في، تدايما نتامل انه الستات نحن بنحافظ على جمالنا، ما بدنا نقول ما بنكبر لانه حلو الواحد يكبر باناقه. دونك هيدا انا وعم بعمل الاف اي 4 ببعبدها، هي الحلو فيها بدون وجع بساعة، وبتضاين 3 سنين، فيها تضاين يمكن أكثر إذا بنهتم ببشرتنا كريمات وتريتمنز وهيك أشياء. هيدا الإشراقة على الأوبنينج. بس روحوا لنا كل هال تعب بخبطة واحدة، خبطة واحدة جابوا آخرتنا. سو إن شاء الله أيام مشرقة أكثر، وإن شاء الله كمان نحن بلبنان منفتش على الأجمل والأحسن ما بعرف شو رأيك. يعني حلو بعد سنتين بوصل للخمسين، بتحسي أنه الست الخمسين ما في مجال بقى تخاف من العمر ولا تخاف من ما يكون عندها هيك إشراقة ويكون عندها جلدة حلوة للتجاعيد للترهل، إذا ما حابة تفوت بعمليات تجميلية يما بوتوكس وفيلر. كتير ستات بيقولوا لي بيعملوا بوتوكس وفيلر وبيحبوا يعملوا الاف اي، ما في ولا سايد افكت. مهم مثل ما دكتور رضوان مشموشي ودكتور يونس درماتولوج عندنا بجميزه وبصيدا وببعبدا، بصيدا دكتوره فاندا اللي هي كمان درماتولوج حكيمه جلده، دائما بيقولوا لازم يكون في وقت بين اثنين، يعني تقريبا يمكن 10 ايام يا ما شهر. بسيطة، فكرت وقت يعني شي سنتين مثلا. لا اكيد لا. فينا نعمل قبل الاف اي وبعد جمعة فينا نعمل بوتوكس وفيلر، كمان هيدول دائما بالاستشارة الموجودة بثلاث فروعها نعطيهم تفاصيل أكثر وبنشتغل بروفيسيونيل اكثر بطريقه صحيه. بس مش غلط نكون مش عاملين ولا اف اي وننط على الاف اي 4، مش غلط هي هلا اجدد شيء ومش غلط اذا حابين نخلص من المسام المفتوحه والتشات. في تريتمنتس لكل اللي ما بحب الليزر، ان كان بصيدا في عندنا الميزوثيرابي، جبت من امريكا صار في كمان رولر جديد 1 ملي بيعطي نتيجه اقوى من اول جلسه، وسيرام كمان من امريكا جايبتهم. هاو السيرام للميزو اختصاص ميزو، كمان عاملين باكج لكل الستات اللي ما عبالهم يفوتوا بالليزر. سو ان شاء الله دايما بالتقدم، شوفي اشياء باوروبا وامريكا دايما نقدر. انا ودكتور رضوان مشموشي اليوم صارت الاشياء اسرع، يعني قبل اذا كان واحد بده 4 جلسات من شغله اليوم يمكن جلسه، صارت كمان اسرع واسرع الاشياء، وفي فاريتي اكثر تيقدر واحد وفي بادجت كمان، يعني فيك بقيمه $100 تاخذي ريزولتا، وفيك ب $3000 تاخذي ريزولتا ذا بيست اوف احسن. حن شوي نخلي العالم متغير جو
الحزن بحلقة الأحد إن شاء الله هيك نعلي لكم معنوياتكم ونقول لبنان دايما نحن مع مقاومة العدو اللي هو حابب يفرقنا، وإن شاء الله بحياتنا ما بنتفرق. خلينا نشوف حلقة الأحد. هدول هيك على السريع يعني لقطات حتى ياخذوا تفاصيل اكثر بحلقه نهار الاحد، صحيح؟ ان الله راد الساعه 11 على بكره بعالم الصباح. بتمنى لك بقيه ويك اند كمان حلو لك جين. ميرسي لك وميرسي لكل المشاهدين يلي رافقونا اليوم. لهون بتخلص حلقتنا لهالنهار من عالم الصباح، بنشوفكم بكره الساعه 10.